الأصل أن المسلم يتطهر في بيته، يتوضأ ويلبس أحسن الثياب ويخرج جاهزا إلى الصلاة، لا يؤخر الوضوء والطهارة إلى المسجد. أصل خبر هذا صحيح هذا شيء إنسان بخبل كور كي طهارت حاصل كي أو دسو كي منزو كي أو بيا جمعة تراشي ندا جي خبل طهارت أرسل غيد وجنا منز تأخير كي يمشي أو يركب يا بيدل زي أو يا غاري كي والمشي أفضل بيدل تلل بهتر دي لكن يمشي في سكينة يعني لا يخرج إلى الصلاة وهو يجري أو يهرول كچرتا پیادل زی پکار د سکون او اطمینان سره لار شنه دا چاغه منډي وي او د کیو او وقار فی الهيئه یعنی لا يخرج الى الصلاه ويرفع الصوت بالكلام ام دا رنگي هيبت او وقار جوړول پکار دي دا سره چاغه منځ ته راوځي او چغه وي رواني اذا وصل للمسجد يترك الدنيا خارج المسجد لا يدخل بها للمسجد کله چې جمعه ته اورسه نه خپل دنیا دي بار پری دي جمعه ته نه در نه کیدل لا بيع ولا شراء في المسجد نه اخستل نه خرسول په جمعه کې لا تجاره في المسجد نه تجارت په جمعه تجاره مع الله فقط دا الله سره تجارت پکار لا يبحث عن الاشياء المفقوده پردي اورکشي شي نه بنل لټي كلام عن السياسه د سیاست خبره بنکای كلام عن الدنيا د دنیا خبره بنکای يجعل المساجد مثل المطاعم والمقاهي لا يمكن جمعات بعد مطعمونو او د قهوه خانو پرنګ نه ګرځي يقدم الرجل اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج د داخله دو په وخت خپل خيخ بدن نکول دراوتو په وخت ګس خبر بار کول مع الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاه والسلام سرد اغوارد دعاګانو چې رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت دي دخل الى المسجد وجد الصلاه قد اقيمت يكبر تكبيره الاحرام ويدخل مع الامام على اي هيئه يكون عليه الامام شكل جمعه تدن شو جمع ولاړه وتكبير تحريمه بوي او د امام سره بنس کې داخليږي چې په هر هيئات کې وو قائم راكع جالس ساجد كإمام قائم ولاړو كبركو حالت کې وکم سجده په حالت واذا ادرك الامام قائما او راكعا تحسب له ركعه كامام چرته داسه حالت کې راوونی چې هغه ولاړ دی یا پر رکوع کې دی د درکات حسابي اذا انتهى الامام من الصلاه يقضي ما فات کله چې امام مونز ختم کړ دنه چې کوم رکعتونه تلی هغه برا ګرځي دخل الى المسجد والصلاه لم تقم بعد جمعه ته دنه شو جمعه نه ده ولاړه لابد ان الرجال يتقدموا للصف الاول لازم خبر ده چې سړی اول صف ته ځان مخکې کی يتاخر النساء او خزي رستو ادريږي تصلي إذا كان لهذه الصلاة سنة قبلية تصلي السنة القبلية كصلاة الفجر راتبة الفجر وسليها كچرتا دي من سنة ونو دي من مخي دي سنة كي لك سنجة دي فجر من مخي سنة كول وإلا صلى تحية المسجد قبل أن يجلس أو كنين تحية المسجد دي وكي مخي دي كي ناستلنا لكن لا يليق بالمسلمين أنهم يعبثوا بالجوالات في المساجد أو ينظر إلى الساعة ويرفع الصوت بالكلام في المسجد مسلمان سره دا نه خایيږي چې هغه په موبایل کې چې هغه په جمعات کې په موبایل کې غوتی وای یا आवाज تیز کی او یا نورې خبرې دنیاوی جمعات کې یشتغل فی المسجد بقراءة القرآن بالصلاة بالاستغفار بالدروس والله اعلم جمعات کې باید خپل ځان په تلاوت باندې په درسونو باندې علمی درسونو باندې اذکارو باندې مشغول کی الله اعلم